تصعيد متسارع تشهده ميادين القتال في ريف إدلب بعد فشل الاستجداءات التركية لإيقاف النار وفرض حظر جوي في إدلب. فبحسب خبراء، فشل المحادثات الروسية التركية كشف سعي أنقرة لجر حلف الناتو إلى ريف إدلب والحرب في سوريا. هناك خلاف حقيقي بين الجانبين ناتج عن اختلاف في المواقف والمصالح. التركي يريد الاستمرار في الاحتلال، تكريس هذا الاحتلال، ابقاء المجموعات الارهابيه مسيطره. الروسي يريد استعاده هذه المنطقه مع القرار السوري بتحريرها وصولا للحدود السوريه التركيه. الحكومه السوريه تؤكد ان حمله التضليل التي تقوم بها تركيا ودول غربيه تعد اثباتا لدعمهما للارهابيين الذين ستستمر دمشق في محاربتهم بحسب مندوبها في الأمم المتحدة بشار الجعفري تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن. الدعوات إلى وقف إطلاق النار، طبعاً هذه الدعوات هي حقيقة تمثل استنجاد أردوغان أولاً بالاتحاد الأوروبي ومن ثم بحلف الناتو، بغية الوقوف على الواقع الراهن وأعطاء فرصة للمجموعات الإرهابية لاسترداد إمكانياتها ودعمها بكل إمكانيات المواجهة طبعا، وأضف إلى ذلك أعطاء الفرصة للتركي ليقوم بمزيد من استخدام التعزيزات إلى الأرض السورية. على مشارف الإنفور تتجه الأحداث في ريف إدلب إلى مزيد من التصعيد، لا سيما بعد تصريحات موسكو وأنقرة التي أكدت عمق الخلاف بينهما، منتقلاً إلى جبهات القتال. فبعد مقتل الجنود الأتراك وجرح العشرات منهم، تقدم الجيش السوري باتجاه عمق سهل الغاب من الجهة الشرقية حتى تحرير كامل القرى التي يسيطر عليها الإرهابيون في المنطقة، حيث قام بالفصل بين مناطق انتشار الإرهابيين في محور جبال شحشبو والزاوية، ما أتاح متابعة التقدم نحو باقي المناطق لاستكمال عملية التحرير بشكل كامل. سلافة شحادة، الغد، دمشق.